السلام عليكم كديري، لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وانت ما كتشاهد هاد لا فيديو. ان شاء الله نوجد لكم واحد الحوته كما كتشوفوا في الفران. عندنا المقادير والطريقه التحضير. اولا بالنسبه للحوته اللي غندير اليوم ان شاء الله نشاركها معكم، غسلتها مزيان وتقطرتها من الماء وفلحتها على هذا الشكل هذا باش تدخل ليها التوابل. بالنسبه للتوابل اللي غندير، عندي نقص بور مدنوس، ثومه مدقوقين، هنا غادي ندير شويه ديال الكركم، الابزار، الفلفله الحمراء، هنا غندير الكمون، الملح، هنا غدير عصيره ديال واحد معلقه ديال العصير ديال السيترون، واحد معلقه كبيره عامره مزيان، هنا كنضيف الزيت كما كتشوفوا معايا، شوي ديال الهريسه مطريه بحال اللي كيبغيها، صافي غنخلط هادشي كله مزيان مع بعضه. كما كتشوفوا هنايا شرملت مزيان الحوته ديالي، غادي نغطيها نخليها مزيان تشربتها، نبغي نصب هذا باش غادي نحل عليها نحيد عليها السلوفان، وهاد التشرموله اللي بقات غادي نخليها للخضره. هنا غادي نسلبات هاد الاناء ديال الزاج اللي غادي ندخلو للفران، تقدروا نتوما ديروا اي اناء عندكم، ماشي مشكل، ماشي ضروري يكون ديال الزاج. هنا بالنسبه للخضره، خديت الخضره اللي ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الطياب، خديت بطاطا وفلفله وطوماط، هادشي اللي غندير فقط، من الاحسن يعني ما تكثروش، ما ديروش الخضره اللي تتكون تاخذ الوقت في الطياب يعني باش تجيكم مع الحوت. هنا كنسبق البطاطا على هذا الشكل هذا، وكندير عليها شويه ديال الشرمله باش تبلها حتى هي تكون ما تجيش مسوسه. بالنسبه
الشرموله هذه ديما ذوقوها البنات قبل ما ديروها، قبل ما تطيبوا بها ذوقوا الا كانت خاصه الملح ولا الابزار ولا شي حاجه. ذوقوا، انا ديما كنذوق من الحاجه قبل ما نطيب بها، ماشي لا خاصه نزيد. فوالا نتبلها البطاطا كما كتشوفوا، نتبلها مزيان ومن بعد نقادها حتى عليها الخضره الاخرى الفلفله والطوماط. انا بالنسبه للفلفله هي كنتبلها باش ما تجينيش الخضره مسوسه، وصافي غنمشي على هذا الشكل هذا. تنسلك على الخضره اللي عندي كما شفتوا معايا، درت انا بطاطا وفلفله وطوماط، يعني ما درت حتى شي خضره اخرى اللي كتاخذ الوقت في الطياب. صافي غناخد الحوته ديالي غنديرها الفوق، نحطها من الفوق ديال الخضره من الاحسن. وانتم الا بغيتو تحطوا الخضره من فوق منها بحال الطوماط بحال هذا ليكم الاختيار، انا كتجيني هكا احسن، يعني كيكون داك الخضره كتشرب داك الصوص ديال الحوت. وانا غندير واحد الطرونشه ديال الحامض. ولا البنات هنا غناخذ واحد معلقه ديال الطوماط كونسونطري، وغناخذ تقريبا مع داك الماء اللي كاين عندي في البلاصات ونص كاس ديال الماء، تقريبا كاس ديال الماء. الحوت راه ما كيبغيش الماء بزاف، المهم انا ما كيعجبنيش يكون فيه الصوص بزاف في الحوت باش ما يجيكمش باسل. هنا درت تقريبا كاس ديال الماء فقط، يعني غنحل به هاد المعلقه ديال الطوماط كونسونطري وغنضيفها.
البنات غادي نغطيها بالورق الزبده، ومن بعد غادي نغطيها بالبابيل الالومنيوم وغندخلها للفران. صافي ملي نخليها تقرب طيب مثلا نشوفها الخضره طابت وكلشي، وغنحيد لها هاد البابيل الالومنيوم ورق الزبده ونخليها تحمر من الفوق، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما طيب هاد الحوته هذه. كما كتعرفوا البابيل الالومنيوم ماشي صحي ديريكت، يعني ديرو ديريكتومون للماكله ماشي صحي، من الاحسن ديرو الوراق ورق الزبده من الاحسن. صافي دابا بقى لي ندخلها للفران نجيب ان شاء الله نجبدها ونتلقى معكم. فات عندي الاضاءه شويه ناقصه في الكوزينه، شت الاضاءه مره الضبابه مره هذا ما عرفتش علاش، وقلم الجو اللي برا ولا ما كتقول من الكاميرا ولا البنات. غندخلها للفران بعد ان شاء الله نتلاقاو. كما كتشوفوا معايا الحوته اللي وجدنا مع بعضياتنا هي هذه، كتجي رائعه وكتجي لذيذه. نتمنى تجربوها تنال اعجابكم، ما تنساوش لايك اشتراك، مرحبا بكم ونودعكم في امان الله. السلام عليكم، الى فيديو ان شاء الله جديد.